قرعه دوري ابطال اوروبا ومشاركه الانديه الثلاثه البرتغاليه سبورتنج لشبونه، بنفيكا وبورتو البرتغالي، ميركاتو الانديه البرتغاليه سواء بالبيع والشراء. وطبعا اهم صفقات انتقال نجوم الكره البرتغاليه للدوريات المختلفه هتكون محور حديثنا مع واحد من نجوم البرتغال، الحقيقه طبعا نجم منتخب البرتغال، نجم بورتو السابق، وكان مدرب لفريق سبورتنج لشبونه، وايضا درب في الدوري الاسباني في الليغا مع ديبورتيفو لا كورونيا. نجمنا النهارده وضيفنا في السادسه هو دومينيغوس باسينسا. بدايه طبعا برحب بيك وبشكرك على مشاركتك معنا في السادسه، اهلا وسهلا. هلا ابو طارق، تبريغات، مساء الخير، اهلا بيكو، انا متشرف جدا ان انا معاكم في قناه الاهلي النهارده. طيب بداية خليني أبدأ كلامي معاك عن الدوري السعودي من بوابة رونالدو، لأنه الحقيقة في تقييمك أول لتجربة رونالدو في تاني مواسم ليه مع فريق النصر السعودي، وهل بتشوف أنه قصة رونالدو هتكون نهايتها في السعودية، ولا من الوارد أنه يعود مرة أخرى لأحد الدوريات الأوروبية؟ أنا شايف إن هو فتح كل البوابات للناس كلها لما راح السعودية، وبالتالي هو فتح مجال لكل اللعيبة الدوليين إن هم يتواصلوا ويروحوا هناك بعد خوف كبير، وطبعا كلهم لعيبة كبيرة في أوروبا، وإن هم يروحوا هناك في السعودية دي حاجة جريئة جدا، وطبعا كلهم بيروحوا بسبب كريستيانو رونالدو، وطبعا الكرة هتتحسن كتير قوي هناك. هل من الممكن أنتوا يعني نظرتكم طبعا، وأنت واحد من نجوم الكرة البرتغالية، فلما نتكلم على المنتخب البرتغالي، هل مازال اسم كريستيانو رونالدو رقم مهم في معادلة المنتخب البرتغالي، وهل ممكن نراهن على كريستيانو رونالدو مع البرتغال حتى مونديال أمريكا مكسيك كندا 2026؟ مش بالفعل كده، هو دايما لازم ان احنا نشوف الموضوع بيبقى اغرب من ان احنا ممكن نتخيل في اللعيب نفسه. يعني كريستيانو رونالدو بيعمل فرق كبير جدا مع الفريق البرتغالي، وهو مازال أيقونة كبيرة جدا في البرتغال، ودلوقتي طبعا بيقدم كورة ممتازة مع العرب في السعودية. والموضوع دلوقتي ان كريستيانو رونالدو هو يعني جزء كبير جدا مهم في السعودية، وهو هيعمل حاجة ممتازة جدا، وطبعا احنا ما زلنا بنثق فيه، وما زلنا بنثق في المهارات بتاعته بتاعت كريستيانو رونالدو. يمكن في كتير من الآراء، وانا منهم على فكرة، كنا متوقعين انه النجم البرتغالي جواو فيليكس هيكون الامتداد الطبيعي لأساطير الكرة البرتغالية زي لويس فيجو وزي كريستيانو رونالدو من قبلهم طبعا، والقائمه تطول، لكن يمكن مشواره ما كانش ناجح قوي مع اتلتيكو مدريد، واتكرر ده مره ثانيه مع تشيلسي. واحده من اهم الصفقات اللي ابرمتها اداره البارسا في كاتالونيا الموسم الحالي، ازاي بتشوف قدرات جواو فيليكس على النجاح في نادي كبير زي برشلونه، وتوقعاتك لتجربته في كاتالونيا؟ Com Catalônia, perdão que eu não percebi. Sim, a gente estamos falando e que o que que você acha? Ah, ok, ok. Sim, sim. João Félix terá aqui uma. João Félix terá aqui uma. João Félix, o Ando força, o Ahida, Rena. O Eder. يقدر يعمل جزء كويس جدا، في هو عامل 6 شهور ممتازين، بس هو دي مش يعني مش النهايه ولا هي كانها البدايه. هو حد من اللعيبه العالميه الدوليين اللي احنا برضو بنثق فيه، وبرضو هو يقدر يوري العالم كله قد ايه هو يقدر، واسم جوان فيليكس يفضل موجود في العالم كله. انت كنت لاعب في منتخب البرتغال، وبالتاكيد داخل اوضه اللبس تدرك تماما دور كابتن الفريق او قائد الفريق، مين من وجهه نظرك كلاعب دولي سابق يصلح انه يكون خليفه لكريستيانو رونالدو في غرفه ملابس المنتخب البرتغالي؟
المليء طبعا بالنجوم، عندنا برناردو سيلفا، عندنا برونو فرنانديز، عندنا جواو فيليكس، عندنا روبن دياش. مين من وجهة نظرك هو خليفة كريستيانو رونالدو في قيادة منتخب البرتغال؟ هو ما بيشوفهاش بالطريقة دي طبعا، وجوان فيليكس حاجة وكريستيانو رونالدو ده حاجة تانية خالص. ما نقدرش ان احنا نقارن اي حد بكريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو الاحصائيات بتاعته بتقول حاجات اعلى من كده. بيجي طبعا لعيبة مهمة ومميزة، ولكن كريستيانو رونالدو هو هيفضل كريستيانو رونالدو اللي معروف بالعالم كله، زي مثلا فرناندو وجوان سيلفيا، ناس لعيبه كويسين جدا، بس هم ليهم مدارس في اللعب مختلفه تماما. وطبعا هو الموضوع بيبقى صعب عليهم ان هم يظهروا مهاراتهم زي كريستيانو رونالدو ما كان في البرتغال. لكن هو انا السؤال مش متعلق بمقارنه، لانه بالتاكيد صعب على اي حد انه نقارنه بكريستيانو رونالدو، وخصوصا انه اذا كان لسه قدامه مشوار طويل في الملاعب. لكن هو السؤال مين ممكن يكون قائد للمنتخب البرتغالي بعد كريستيانو رونالدو؟ برونو فرنانديز وبرناردو سيلفا في الوقت الحالي، لو هم كملوا بالطريقة اللي هم بيتلعبوا بيها بعد كريستيانو رونالدو ما يسيب الفريق الأساسي البرتغال، هم ودياغو كوستا برضو. بس طبعا كل واحد ليه مدرسة زي ما أنا قلت في البداية، وفي الوقت الحالي أنا هقول برناردو سيلفا وبرونو فرنانديز. طيب هكلمك شوية عن الأندية البرتغالية، وخليني أبدأ مع بورتو ومع أفضل لاعب في الدوري البرتغالي في الموسم الأخير أوتافيو اللي انتقل للدوري السعودي. كانت معروف أنه الأندية البرتغالية دايما بتصدر يعني نجومها الأهم الأندية في أوروبا في الدوريات الخمس الكبرى على وجه التحديد. شايف إزاي تغير البوصلة نحو الدوري السعودي، وإزاي ده ممكن يأثر على نجوم الكرة في البرتغال، آخرهم أوتافيو طبعا؟ تمام. هو احنا بنلعب كلوب بورتو، بيلعب طبعا كل سنه في الشامبيون ليج، وهو بيكسب في بعض الاماكن. وطبعا هو فريق كبير جدا، واحنا بنلعب فرق اكبر، وده حاجة طبيعية جدا ان لما يبقى في فرق مختلفة ولما كل اللعيبة بتروح اماكن مختلفة ده ما فيش مشكلة، لان هو المكان اللي بيعمل اللعيب. وطبعا كل لعيب بيبقى ليه تفكيره، وعشان كده احنا بنقول ان موضوع ان حد يروح او ان احنا يبقى عندنا لعيبة بنعرف نبيعها للعالم كله دي حاجة كويسة لينا، لان احنا بنخلي المدارس بتاعتنا في العالم كله، مش بس في عند العرب. هو مش بس ان احنا بنخلي اللعيبه بتاعتنا يروحوا الدول الاوروبيه عربيه الكلام ده كله، احنا كل اللي احنا بنحاول نعمله ان احنا بنوري مدارس البرتغاليه في العالم كله. طيب وده سهل. هي اجابه دبلوماسيه مش اجابه مباشره واضحه وصريحه، لكن خلينا نروح للانديه البرتغاليه نفسها. السنة دي عايز أخد رأيك أو أعرف رأيك لفرص الأندية البرتغالية بعد تحديد قرعة بطولة الشامبيونز ليج. الثلاث أندية الكبار في البرتغال، بنفيكا، بورتو، سبورتنج لشبونة، إزاي بتشوف فرصهم في البطولة؟ وهل من الممكن أن تتكرر مفاجأة بورتو في 2004 بتحقيق اللقب مع أي نادي برتغالي في النسخة اللي جاية؟ Na Liga dos Campeões. Uhum. O grupo da Liga dos Campeões. Sim. Está-me a perguntar o grupo da Liga dos Campeões. Certo? A Carreira Soal Teni? Sim, o sorteio. Sim, o sorteio acaba por ser. طبعا القرعة بتبقى مختلفة وبتبقى صعبة جدا، وبتبقى جروبات مختلفة. احنا بنتكلم على جروبين، على البورتو
برشلونة وبرشلونة está numa fase de transição. برشلونة دلوقتي في مرحلة صعبة، مش زي 5 سنين فاتوا، مش زي ما كان جوارديولا. بس طبعا برشلونة، اسم برشلونة ده لوحده صعب ان اي حد يعديه. وموضوع ان احنا نتكلم على صعوبة التلاتة، فهو احنا بنتكلم ان الفرق دي من الفرق المميزة في العالم، وانا في رأيي ان الموضوع مش سهل، بس اللي هيظهر نفسه هو اللي هيبقى موجود على الشاشة. وانا من رأيي سبورتنج براغا هو اللي هيبقى اقوى، لان الموضوع هيبقى اصعب على ناتالي، لان هو بينافس اماكن وبينافس فرق مختلفة اقوى. بس انا من رأيي ان براغا هو اللي هيبقى احسن حاجة يعني. طيب يعني لو كلمت معاك او اختم معاك مرة تانية بالمنتخب البرتغالي، رأيك في رحيل فرناندو سانتوس عن تدريب المنتخب البرتغالي، وتوقعاتك للمدير الفني الجديد روبرتو مارتينيز اللي تولى المسؤولية طبعا خلفا لسانتوس؟ مش سهل. فرناندو سانتوس عمل شغل عالمي، وفرناندو سانتوس اسم كبير جدا، هو عنده تكتيك موجود محدش عنده في البرتغال، وعامل علامة كويسة جدا في البرتغال. مارتينيز موضوع معاه مش هيبقى سهل زي فرناندو، بس اللاعبين نفسهم هم عارفين ان 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 السن نفسه مختلف، وعارفين ان فرناندو سانتوس مدرسه غير روبرتو، وزي كريستيانو مثلا قد ايه الموضوع كان بيبقى صعب على اللعيبه لما ندخل مدربين مختلفه بمدارس مختلفه، فالموضوع بيبقى اصعب. بس انا من وجهه نظري فرناندو سانتوس كان طبعا احسن بكتير، بس طبعا انا رايي الشخصي يعني. دومينيغوس باسينسا نجم الكره البرتغاليه ونجم بورتو البرتغالي ومدرب سبورتنج لشبونه وديبورتيفو لا كورونيا، بشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق للكره البرتغاليه، وتمنياتي الشخصيه بالتوفيق طبعا لجواو فيليكس في الكامب نو في كاتالونيا مع العملاق الكاتالوني برشلونه، واحد من اللعيبه اللي هبتدي زي ما او اللي تابعوا الحلقه من البدايه يمتعك كوره. نرحب بقى بالممتعين المبهجين، واحنا عندنا كلام كتير وملفات اكتر نتكلم فيها معاهم، بلال محسن واحمد مصطفى ضيوفي في السادسه طبعا حلقه الكره العالميه. مساء الخير، طولنا عليكم شويتين، اهلا وسهلا بيكم. اهلا بيك طبعا يا احمد، واهلا بكل الساده المشاهدين، ويعني عرفنا برضه